هذا الدواء مهم اسمه فيورازون، اللي مادته فيورازولدين، اللي هو مضاد للبكتيريا والتلوثات على الجروح والحروق في الخيل. طبعا هذا يستعمل مخصص للخيل، فلما نريد نستعمله على الجرح، شوف هذا هو الدهن، هذا الدهن او تسموه كريم كيفكم، وهي مادته. هذا على السباتشولا ناخذ من عنده ونخليها على مكان الجرح، او نخليها على قطعة من الشاش ونضعها على الجرح، ويثبت على الجرح لمدة 24 ساعة، وممكن ان نغيرها. ولكن عند استعمال هذا الدهن المتخصص بجروح الخيل لازم نراعي، نشوف الراقب إذا هناك أي تغييرات أو تفاعلات أو تخرج للمنطقة، نقف من استعمال هذا الدواء لوجود قد يكون حساسية أو غيرها فنتوقف عنه. ولكن في الحالة الطبيعية نغير الباندج ونغير الدهن، أو نخلي دهن جديد، لأنه يكون مانع للتلوث وقاتل للبكتيريا الملوثة للجرح. ومن خلال استعمالنا لهذا الدهن لجروح كثيرة حصلنا على نتائج إيجابية كثيرة، وكان وكأن مفعوله سحري عند استعماله للجروح، وتابعنا شفاء الجروح بغير استعمال هذا الدهن، وشفاء الجروح باستعمال هذا الدهن شفنا أن الشفاء يكون أسرع وأنظف في حالة استعمال هذا الدهن اللي هو الفيورازولدين، أو اللي هو أنتي بكتيريال، واستعمال موضعي وليس عام، ويستعمل للخيل ولا يستعمل للحيوانات اللي تنتج اللحم أو الحليب أو غيرها للاستهلاك البشري. شكراً.